تعالى يا حبايبي، يلا نبدأ حل امتحانات المراجعة من كراسة جيم في صفحة 73، وهنبتديها بمحافظة القاهرة، بالإضافة إن احنا هناخد مراجعة شاملة إن شاء الله على المنهج بالكامل. طيب تعالى كده نبتدي محافظة القاهرة اللي معانا النهاردة إن شاء الله. Number one, will you finish the following dialogue. أحمد and حازم are talking about sports. بولي بيكلموا عن الرياضة. فاحمد بيقول حازم good morning, can I ask you some questions؟ يعني ممكن اسألك بعض الاسئلة؟ فاكيد حازم هيرد عليه بالموافقة لانه هو بعد كده سأله اسئلة، وطبعا هنا مش عايز اجاوب الاجابة التقليدية يعني اقول yes you can، لا طبعا مش بالمنظر ده، هقوله sure بالتأكيد، هقوله of course بالطبع، هقوله here you are، هقوله اتفضل. طبعا دي الاجابات اللي انا لما اكون موافق على طلب شخص، فهقول له sure بالتأكيد of course بالطبع here you are يعني اتفضل. فسأله سؤال قال له my favorite sport is weightlifting. weightlifting يا حبيبي اللي هو رفع الأثقال، تاني weightlifting اللي هو رفع الأثقال. فبيقول له my favorite sport is weightlifting، يبقى أكيد هو سأله عن رياضته المفضلة، فهقول له what، أدي أداة الاستفهام الفعل المساعد بتاعي أهو is، يبقى what is my يا حبايبي بتطلع في السؤال your، يبقى what's your favorite sport يعني ما هي رياضتك المفضلة، تاني what's your favorite sport يعني ما هي رياضتك المفضلة. فقال له my favorite sport is weightlifting، وشكل ما قلنا weightlifting اللي هو رفع الأثقال، فبقول له weightlifting builds the muscles. بقول له ان رياضة رفع الأثقال دي بتبني العضلات، قلنا muscles بمعنى عضلات. فسأل سؤال قال له I can lift from 40 to 50 kilograms. What about you؟ طبعا هنا هيسأل عن الكمية اللي بيقدر يشيلها، وطبعا أنا بسأل عن الثقل أو الكمية، فهقول how much. How much يعني كم كمية، يبقى إذا how much or how heavy، فهقول how much وأجيب الفعل المساعد بتاعي اللي هو can، يبقى هقول how much can you lift، تاني how much can you lift تقدر ترفع قد ايه، تاني او what weight can you lift يعني ايه الوزن اللي تقدر ترفعه. اهم حاجة بعد ما اجيب اداة الاستفهام هجيب الفعل المساعد بتاعي كان عشان احافظ على تكوين السؤال، الفعل بتاعي واكمل عادي خالص بالفعل اللي هو lift. فبقول له what about you، ماذا عنك؟ هو قال له خلاص انا قدرت ارفع 40 او 50، طب وانت بقى؟ فلما رد عليه قال له great swimming is also useful for building the body. قال له اه والله ده السباحة جيدة ايضا لانها بتبني الجسم. يبقى اذا لما قال له what about you، يبقى اذا هو عايز يعرف ايه هي رياضته المفضلة، فهيقول له I like swimming، I like swimming or my favorite sport is swimming، يعني رياضته المفضلة هي السويمنج. تعال نشوف بشكل ما احنا عارفين ان السؤال التاني دايما بيتكلم عن situations المواقف. write what you would say in each of the following situations. number one you're asked. you're asked يعني انت اتسألت. خلي بالك ان الكلام ده مبني مجهول مش معلوم، لازم اخلي بالي يا ترى انا اللي بسأل ولا انا اللي بتسأل. فانا بقول لي you're asked انت اللي اتسألت to go out with your friend. refuse politely giving the reason، يبقى هنا لازم ارفض وكمان لازم ادي السبب. يبقى لما ارفض بادب بقول I'd love to، يعني I'd love to اود ذلك، وبعدين اجيب العذر يعني اقول but I have to، بقول have to عشان ابين له ان انا مضطر، الحاجة دي غصب عني. I have to visit my uncle، يعني انا لازم ازور عمي. طب تعال number two بقول your sister looks worried، يعني اختك شكلها قلقانة. you ask her for the reason، قلت لما اسأل عن سبب القلق او سبب الزعل بقول what's the matter، تاني what's the matter or what's the problem يعني ايه هي المشكلة، what's up هو في ايه. تعالى number three بقول your friend asks your advice، صديقك بيطلب منك النصيحة because he or she is going to take an exam، بيطلب منك النصيحة عشان هو هياخد امتحان. طبعا النصيحة بقول you should، فاذا هقول you should revise
Well, لازم تراجع كويس. Or you should study hard for the exam. Or you should make a study plan. تعمل خطة للدراسة. طيب تعال نشوف كده. Bullet by skills are important for both young people and grown-ups. بيقول لي ان الدرجات دي مهمة للشباب, young people اللي هم الشباب, وعندنا grown-ups اللي هم الكبار. فبقول people use them to go from one place to another. نستخدمها عشان تروح من مكان لمكان. They use them, يعني هم بيستخدموهم, for fun, للمتعة, and for work, وكمان للعمل. طب the history of the bicycle is interesting. بقول لي ان تاريخ الدراجة مثير. In 1818, سنة 1818, the bicycle had no pedals. ما كانش ليها بدلات. The pedals were added in 1839. البدلات دي اللي احنا بنشوفها, البدال بتاع العجلة, اتعمل سنة 1839. They made the bicycles move faster. ودي خلت الدراجات تمشي بسرعة. يبقى they دي قبل ما امشي لازم اشوف عايدة على مين, عشان اكيد هيجيلي على سؤالي عايدة على البيدلز. طب يقول لي كمان then the old ones, يعني كانت خليتها تمشي أسرع من القديمة. by 1900, يعني في سنة 1900, بيقول لي most of the bicycle parts that we know today were developed. خلاص كانوا عملوا كل الأجزاء اللي احنا بنشوفها دلوقتي. cycling, ما cycling اللي هو ركوب الدراجات, ولاحظ ان هو هنا اسم, is now an exciting sport and means of transport. رياضة وكمان وسيلة مواصلة. Using the bicycle to go to school or work is a clean way of moving around. طبعا وسيلة للتجول جميلة جدا وكمان نظيفة, يعني ما بتلوث البيئة. The bicycle doesn't use petrol, ما بتستخدمش البنزين. So it keeps the air clean, تحافظ على الهواء نظيف. It doesn't need a big space, يعني مش محتاجة مساحة كبيرة. To park, بارك هنا معناها يركن, يعني مش محتاجة مساحة كبيرة للركن. This is why a lot of people in the crowded cities prefer riding them. عشان كده الناس في المدن الكبيرة أو المزدحمة بيفضلوا ركوب هذه الدراجات. طبعا هنا السؤال الأولاني بيقول لي how do you think the bicycle can help the environment. في رأيك إزاي الدراجة بتساعد البيئة؟ شكل ما قلنا في القطعة, the bicycle doesn't use petrol, so it keeps the environment or the air clean. طبعا هي ما بتستخدمش بنزين, فعشان كده بتحافظ على نقاء الهواء. يبقى دي الإجابة number one. تعال نشوف السؤال الثاني. بيقول why do people in the crowded cities prefer riding bicycle, يعني ليه الناس في المدن المزدحمة بيفضلوا ركوب الدراجات. طبعا هنا الإجابة it doesn't need a big space to park, طبعا لأنها ما بتحتاجش مساحة كبيرة للركن. يبقى دي الإجابة رقم 2. يبقى الناس بتفضل في المدن المزدحمة انهم يستخدموا الدراجات عشان ما بتستخدمش مساحة كبيرة في الركن. تعال نشوف السؤال الثالث. بيقول لي what do people use the bicycles for, يا ترى الناس بتستخدم الدراجات في ايه. طبعا هنا لو بصينا في السطر الثاني هلاقي انه جايب لي they use them for fun and for work, يعني بيستخدموهم للمتعه وكمان للعمل. دي الاجابه نمبر 3. تعال نشوف السؤال الرابع. بيقول لي the underlined words by 1900, يعني بحلول 1900, مين. طبعا by دي معناها قبيل, يبقى المفروض اقول before 1900, تاني before 1900. The next number 5 will be the underlined pronoun they refers to. قلت لك اوعى تمشي قبل ما تشوف they عايدة لايه, عشان كده كده هيجيب لي عليها سؤال ودي عايدة على البيدلز. تعال نشوف الريدر اسئلة القصة. بقول سكوير جاردن, مال سكوير جاردن. طبعا هلاقي ان سكوير جاردن lived in بيرتويك بارك, يعني كان عايش في بيرتويك بارك. تعال ايرل سميث, ماله ايرل سميث. Boat Black Beauty from Square Garden. طب تعال نشوف جو جرين. قلنا جو جرين ده كان was only 14 years old, يعني كان عنده 14 سنة. طب جينجر, مالها جينجر. قال لي was a tall horse with a sad face, كانت فرسة طويلة وكمان وجهها كان حزين. تعال نشوف السؤال الأولاني. بيقول لي do you think John was right to be angry with Joe Green after Black Beauty became ill, why and why not. طبعا هنا بفضل ان انا اقول no, لا طبعا المفروض ما كانش يزعل منه. ليه؟
قلنا because he was still young يعني كان لسه صغير and didn't know يعني ما كانش يعرف what to do يعني ما كانش يعرف يعمل ايه في المواقف دي. طبعا هنا عادي جدا ان انا اجاوب yes يعني اللي هجاوب yes برضو صح بس اهم حاجه تديني السبب. يعني في ناس هتقول yes because he didn't look after black beauty well يعني ما كانش اعتنى ببلاك بيوتي بشكل جيد. سواء جاوبت ب yes او جاوبت ب no دي اجابه متروكه ليك بس اهم حاجه تدينا التبرير. نمبر 2 بيقول why do you think that the horses wanted to stay in the stables although there was a fire يعني ليه الخيول ما كانتش عايزه تطلع من الستيبلز برغم ان كان في حريق. طبعا هنا because لانها they were frightened لأنها كانت خايفة. وإحنا قلنا يا جماعة إن one of the hardest things in life واحدة من أصعب الحاجات في الحياة to take horses out of fire إنك تطلع أحصنة من النار when they are frightened لما تكون خايفة. تعال نشوف التشويسز كده الاختيارات. نمبر 1 بيقولي on my friend's birthday يعني في عيد ميلاد صديقي I sent a present انه يا جماعة المفعول غير المباشر اذا جه في الاول اوعى تحط قبله حرف جر يبقى اذا I sent him طبعا ضمير المفعول من هي هو him مش his ولا هي. The next بيقولي our teacher asked us to write a of our visit to the temple طبعا هنا طلب مننا ان احنا نكتب وصف يبقى description تاني description. The next بيقولي سامح has a very loud I can hear him clearly طبعا loud ايه حول loud voice ليه لان الصوت البني ادمين بقول عليه voice مش sound. The next it was difficult to eat the car because of the rain طبعا بقول لي كان من الصعب ان انت تقيف العربية لان بسبب المطر يبقى to control control معناها يتحكم فيه. The next number 5 will to hold up a tent يعني عشان تقيم خيمة you can use يبقى انت تقدر تستخدم poles وانا poles اللي هي عواميد. The next number 6 Alice's cousin is studying at university طبعا بقول لي ان ابن عم علي بيدرس ايه في الجامعة طبعا هنا بيدرس الهندسة والهندسة اسمها engineering engineering. تعال نشوف number 1 for the right بقول لي the boys couldn't finish the lesson yesterday بيقول لي ان الاولاد ما قدروش ينهوا الدرس امبارح بيقول لي able to وانا قلت عشان اجيب able to مكان couldn't لازم اجيب قبلها was or were وable لازم يجي وراها to فاذا هقول the boys الاولاد تاني قبل ما اجيب able طالما دي couldn't في الماضي يبقى لازم اجيب weren't able to finish the lesson yesterday. The next, the secretary didn't write the letter last week. بيقول لي السكرتيرة ما كتبتش الخطاب الأسبوع اللي فات. بيقول لي the letter. معنى إن يقول لي the letter والتي بتاعتها كابيتال معنى إن بيقول لي ابدأ بيها يعني ابن الجملة مجهول. يبقى إذا هقول the letter. طب انا قلت يا جماعه لما يكون في didn't بجيب مكانها wasn't or weren't عشان ابني مجهول طب الليتر مفرد فياخد wasn't so the letter wasn't والتصريف الثالث من right هو written by the secretary last week. The next احمد went to sales he stayed there for 3 days بيقول لي استعمل where where معناها حيث طيب where ده عايد على مين سيرس اللي هي السويس طب فين ظرف المكان اللي عايد عليه هناك هو there يبقى اذا اللي هيتشال there where تيجي فين تيجي بعد سيرس اللي عايد عليه مباشرة فاذا هقول احمد when to sales where he stayed for 3 days. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell.
so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشترك انزل اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك بقية حلول الامتحانات اللي جاية كلها ان شاء الله. وهتنسى صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.